السلام عليكم البارت الثاني يا جماعه uh, هنبدا من نمبر 15 سؤال so نمبر 15 بيقول ترانجل ABC بي سي ميجر انجل اي تو ميجر انجل بي تو ميجر انجل سي طبعا دي ريشيو بتوين انجلز مش الساينات واخد بالك يبقى هنا هنقول الريشيو بين الانجل زي ما اتفقنا هنا A to B to C تمام الريشيو 2 to 3 to 4 طبعا هنا بكتب كلمة the sum والصم بتاع الجماعة دول ادي 5 يبقى 9 وبعدين الانجلز نفسها بقى بلس بعض equals 180 عشان قال لي طبعا ان هو triangle تمام عندي الاي بي ايكوال 12 الانجل اللي قدامه انجل سي اللي احنا هنعوزها ذن ذا the length اوف اي سي طبعا اي uh, سي يبقى اللي قدامه مين ها انجل بي طيب عايزين نجيب ميجر انجل بي عايزين نجيب ميجر انجل سي طبعا على طول بنعمل كروس multiplication فور تايم 180 اوفر 9 يبقى ميجر انجل سي هتطلع ايكوالز 80 ديجري تمام

80 ونطلع ابروكسيميشن يبقى ال AC تقريبا هيطلع معانا ايكوال 11 يبقى نختار 11 so number 16 triangle ABC which the following statements is true uh, sin A plus sin uh, plus cosine B لا طبعا A sin B طب احنا عايزين بس الاول A over sin A equals B over sin B صح A تايم ساين B ايكوال B تايم ساين A طبعا عمل كروس ملتبليكيشن عادي طيب ترينجل اكس واي زد 2 ار ساين اكس احنا عارفين ان اكس اوفر ساين الاكس الكلام ده ايكوال ساين انجل اكس طبعا ايكوال 2 ار طب لو ساين اكس راح بالتايم يبقى 2 ار تايم ساين اكس مين يفضل قاعد هنا؟ اكس سمول سؤال نمبر 18 واي اوفر 2 ساين واي

مكان بي over sine b هكتبها a over sine a تمام هو عايز انجل ايه طب ما تجيب sine a لوحدها كده ها يبقى a time 1 over 2a او بمعنى تاني يشيل ايه مع ايه يا جماعه عشان دي فوق وفوق وفي ايكوال بينهم از يو لايك بقى sine a equal a time 1 over 2 ايه هتشيل ايه هتفضل معاك 1 over 2 شفت sine جبت measure angle a equal 30. نمبر 20 ترانجل بي سي ساين اي ايكوال تو ساين سي ومدين البي سي ب 6 عايز اي بي طيب احنا عارفين اي بي اوفر ساين انجل سي صح كده ايكوالز بي سي ايكوال كام 6 بي سي الحرف الناقص انجل A يبقى هنا اوفر ساين A اوكي okay. ساين A ايكوال 2 ساين C يعني ممكن اشيل ساين A ده يا جماعه واحط مكانها ها 2 ساين C اوكي يبقى 6 اوفر 2 ساين C طيب ممكن جدا نكنسل ساين C مع ساين C يبقى AB ايكوال 6 اوفر 2 يعني ايكوال 3 على طول او تعمل cross multiplication برضه هتلاقيها cancel it يعني ماشي الكلام طيب السؤال اللي بعده نمبر 21 if the radius length of circumcircle circle of triangle equal 3 يعني ال r equal 3 تمام uh, sin a plus sin b plus sin c equal 2 السميشن بتاعت denominators then parameter of triangle طب ما احنا عارفين بقى A over sin E equal B over sin B equal C over sin C equal الصم sum بتاع اللي فوق اوفر الصم sum بتاع اللي تحت يعني البارامتر اوفر ال sin بلس sin بلس sin اللي هو مديهالي تمام الكلام ده equal ها في الاخر 2R طبعا صح كده 2R طب ال R معناه بكام ب 3 بس عايز البارامتر ودي 2 هناك بالتايم وخلص اوكي okay. يبين البرامتر يطلع معانا equal 6 times 2 يعني 12 السؤال نمبر 22 ABC equal lateral triangle كل سايد قد التاني والانجلز كل انجل 60 سايد لنسي 6 ال area of, of circum circle equal K by ال area by R square هو قال لي ان هي equal K time باي cancel ال يبقى R square equals K اوكي okay. طيب خلي دي معانا هو قايل هنا ان السايد لينس اوف 6 اوفر ساين الاوبزيت انجل يعني ساين 60 صح كده في الاخر ايكوال 2 ار طيب ساين uh, 60 يعني عباره لو 3 اوفر 2 تمام يعني 4 uh, روت 3 الفيلم ده كده اوفر بعض يطلع 4 روت 3 ديفايد 2 وشيل ال 2 من هنا يبقى الايه؟ ال ار ايكوال 2 روت 3 ده الريديوس حط ال ار بقى هنا عشان تجيب ال كي يبقى ال كي ايكوال ار سكوير يعني 2 روت 3 في براكت بعد اذنك اول باور 2 طبعا يبقى 4 تايم يبقى 12 اوكي؟ <applause> نختار 12 نمبر 23 ساين اي بلس بي اوفر ساين اي بلس ساين بي طبعا ده تراينجل اي بي سي يعني اي بلس بي بلس سي ايكوالز 180 شرحناها يا جماعه مع بعض هات الاي بلس بي لوحدها ودي السي هناك يبقى 180 ماينس سي هتجيب ساين للتو سايدز يعني ساين اي بلس بي وبعدين تحط هنا ساين كمان يبقى ساين 180 ماينس السي ساين 180 ماينس وتش كواد سكند كواد الساين بوزيتيف مفيش تشينج يبقى ده على طول بساين سي الله يعني مكان ساين اي بلس بي نقدر نحط ساين سي يا جماعه يبقى هنا ده ساين سي اوفر ساين اي بلس ساين بي طبعا هي نفس الريشيو بتاعت السايدز يبقى نختار سي على إيه بلس بي يبقى خلاص اهي نمبر 24 ساين ايه هنا فوق اي A سمول A و وبي بقى اكيد ساين بي وساين الايه اللي هو لتر سي نمبر 25 ترينجل اكس واي زد جايب الجمله دي يا جماعه طبعا الجمله دي مش هي الساين رول خالص لازم الساين اكس كل واحده تمام فقلنا وشرحناها برضو 3 ساين اكس ايكوال 4 ساين واي ايكوال 2 ساين زد عايز اكس سمول تو واي سمول تو اي زد سمول طيب انا قلت هنا يا جماعه 3 4 2 اكبر رقم 4 لو عملت اوفر 4 هنا هل 3 تشال؟ لا كبر ال 4 تاني 4 تايم 2 ب 8 اوفر 8 3 مش هتشال برضه مفيش ديفايدد كبر 4 تاني تايم 3 12 لو عملت اوفر 12 تلاقي 3 اوفر 12 يفضل تحت 4 اوفر 12 برضو وهنا اوفر 12 برضو طبعا هيفضل معانا تحت 3 هيفضل معانا تحت 6 يبقى 4 2 3 2 6 اوكي نختار letter دي السؤال اللي بعده نمبر 26 بيقول ترانجل اي بي سي ساين اي اوفر 3 اه عايزين نخلص من التول اللي جنب الساين بي ده طيب هتقول لي نعمل تايم 2 هنا وهنا, وهنا وهنا عادي اوكي طبعا ال2 دي تتكنسل 2 تايم 3 يبقى 6 وهنا 5 وهنا 8 يعني 6 2 5 2 ايت ندور نلاقي نفسنا في ليتر اي اوكي نمبر 27 ساين اي اوفر ده اوفر ده اوفر ده عايز جريتست انجل ان ميجر طبعا اكبر سايد 9 يبقى الاوبزيت لي انجل بي على طول دي اكبر انجل جريتست انجل اوبزيت تو greatest site. Number 28 measure A, measure B, measure C كل الكلام ده فاكرين؟ عملناها من شوية. عملنا A to B to C لما كتبنا كلمة السم والريشو عندنا 3 to 5 to 4 وقلت لك السمشن بتاع الجماعة دول ادي 3 8 يعني هنا 12 بعدين الانجل والانجل والانجل مع بعض 180 تمام اي سي سكوير تو اي سكوير شباب نهب بس الاول ال السايدز دي وبعدين نشوف هنعمل ايه اوكي سوري الانجلز طبعا عايز انجل سي وانجل إيه عشان دول السايز اللي قدامهم عايز انجل اي تعمل 3 تايم 100 80 اوفر 12 اوكي هتطلع معاك 45 يبقى ميجر انجل اي هنطلع 45 هنطلع ميجر انجل سي 4 times 180 over 12 هتطلع ايكوال 60 ديجري بعد كده هتقول بقى انت عايز سي سكوير اوفر اي سكوير طب ما هي نفس الريشيو بتاع الساين سي بس باور 2 اوفر ساين انجل اي بس برضو خلي بالك باور 2 السي عندنا يبقى ساين 60 الكلام ده باور 2 اوفر ساين 45 الكلام ده باور 2 uh, طبعا ده هيطلع معاك على الكالكوليتر على طول 3 اوفر 2 يبقى الريشيو 3 to 2 سو نمبر 29 uh, A over B time sine B طب ما هو A over sine A ده هو هو B over sine B فلك Time. يعني هنا ايه اوفر ساين ايه هنعملها تايم ساين بي اوفر بي ما هو حاجه تايم الباشا ده يبقى كام؟ طب تعالى نوضحها اكتر انت عايز هنا اهو اي هتاخده اوفر ساين اي اوكي تايم هو عايز ساين بي فوق والبي تحت تمام طيب ايه اوفر ساين ايه هتقول لي 2 ار ماشي يعني ده 2 ار طب وده ب 1 اوفر 2 ار يبقى هنا 2 ار تايم 1 اوفر 2 ار اوكي طبعا ايجوال 1 تمام نمبر 30 بيقول A بلس B بلس C على يعني ساين A بلس طبعا هو ده ايكوال تو R على طول اه oh. ال radius بكام؟ 4 يعني 2R تبقى ايكوال تو تايم 4 يعني ايكوالز 8 وده طبعا هو ايكوال 8 على طول لان ده الساين رول ايكوال اي واحده منهم يعني اي ريشيو اوكي okay. اللي بعده سؤال نمبر 31 تراينجل ABC بي سي رايت ات دي ات بي ال b ايكوال 10 سنتيمتر ب سمول طيب يعني عندي هنا رايت انجل ترينجل ات بي ادي البي رايت هنا ايه هنا السي بي سمول اللي هو الهيبوتنس ال ال يعني 10 عايز يسال عن ايه over ساين ايه بلس سي اوفر ساين سي عايز يعمل دول بلس بعض طب ما احنا عارفين يا جماعه ان اي اوفر ساين اي دي نمبر 31 اي اوفر ساين اي هي هي بي اوفر ساين بي صح كده هي هي سي اوفر ساين سي الله طب ما البي سمول عندنا 10 اوفر ساين 90 صح كده ساين 91 يبقى 10 يعني ده ب 10 وده كمان ب 10 عايزهم بلس بعض يبقى ايكوال 20 على طول السؤال نمبر 32 radius of circumcircumference equal or the parameter of triangle طب equal قد ايه من الجماعه دول بالار طبعا شبابنا احنا لسه جايين حالا ان البارامتر اوف ترانجل اوفر السمشن بتاع الساين بلس ساين بلس ساين ايكوال في الاخر 2 ار زيه زي الايه؟ الساين رول بالظبط. وادي دول بالتايم يبقى هنا اكيد اكيد 2 ار تايم الساينات يديك البرامتر على طول. اوكي؟ نمبر 33 بيقول هنا اي ماينس بي ايكوال 4 وعندي ساين اي ايكوال 3 اوفر 2 ساين بي. عايز الاي سمول طيب احنا عارفين يا شبابنا الساين روت زي ما اتفقنا اي اوفر ساين اي ايكوال بي اوفر ساين بي ايكوال سي اوفر ساين سي وانا قلت اي ريشيو بالمنظر ده بروبورشن يعني لو عملت اللي فوق بلسات او ماينس بعض واللي تحت زيهم ايكوال 1 اوف ذا جيف الريشيو اوكي يعني اقدر اقول ان الاي اوفر ساين انجل ايه ايكوال انا عندي ايه ماينس بي طب ما انت ممكن تعمل اللي فوق ماينس اللي فوق اوفر ساين ايه ماينس ساين بي جميل طيب ساين ايه ب 3 اوفر 2 ساين بي واحد يقول لي انا هشيل الساين ايه دي واحط مكانها ها 3 اوفر 2 ساين بي مفيش مشكلة ايكوال هتقول لي هنا ايه ماينس بي ماشي وبعدين امم لا ايه ماينس بي مديها لنا في 4 سوري يعني اسف كده عشان بس ايه اه ايه ماينس بي طبعا هتبقى هنا اكتب 4 مكانها ساين ايه ب 3 اوفر 2 ساين بي ماينس ساين بي بس واحده هنا في 1 طبعا تمام فلما هنقول هنا هنقول A over 3 over 2 sine b equal 4 over 3 over 2 minus 1 هيطلع معاك half sine ال b. ساين b مع ساين b لأنه لو راحت هناك بتايم هتتكاسل معاها يعني، خلاص اعمل 4 over half هيطلع ب8 ودي 3 over 2 هناك بتايم يبقى الاسم هتبقى equal 8 تايم 3 over 2 على طول القيس وتطلع ايكوال uh, 12 اوكي السؤال نمبر 34 if the parameter of triangle ABC equal 24 sin A plus sin بي بي 3 sin C المعادله البرامتر اي سي سمول طيب نفس الكلام يا جماعه قلنا سي سمول اوفر ساين سي هي هي البرامتر اللي هو كام 24 اوفر ساين اي بلس ساين بي بلس ساين سي طيب سي اوفر ساين سي ايكوال خلاص البرامتر معانا 24 ساين اي بلس ساين بي نشيلها ونحط مكانها 3 ساين okay. سي 3 ساين سي بلس ساين سي صح اوكي يبقى سي اوفر ساين سي ايكوال 24 اوفر 3 بلس 1 زي ما اتفقنا بقى من شويه sin C. Sin C C, يبقى هنا ايه 4 ساين سي ساين سي مع ساين سي يبقى سي سمول ايكوال ده اوفر 4 يعني تطلع معانا سي سمول ايكوال 6

احنا عارفين طبعا ايكوال البارامتر اللي هو ايه اي بلس بي بلس سي اوفر ها ساين اي بلس ساين بي بلس ساين سي تمام يبقى ايه اوفر ساين انجل اي ايكوال البي بلس سي ده ب2 اي بلس 10 يعني فوق أكتب a plus 2a plus 10 over sine b plus sine c. أوه. أهي. إيكوال 4 sine a، يبقى هنا تحت sine a plus 4 sine ال a. طيب، شبابنا، يبقى هنا أقدر أقول، a over sine a، Equal a plus 2a يعني 3a plus 10 اوكي okay. تحت هنا 1 sin a plus 4 sin a 5 sin a طبعا دي الشال مع دي عملناها كذا مرة آه يبقى a over 1 equal طب ما تيجي نعمل cross multiplication بقى 5 time a equal 1 time 3a plus 10 يبقى 5a equal 3a plus 10 ودي دي هناك بالماينس 5a minus 3a يعني 2a equal 10 divided 2 على طول عشان بالتايم يبقى ال A تطلع معانا 5. نختار A e equal ال 5. تمام؟ طيب تعالى معايا للسؤال اللي بعده. number 36. number 36. اي بي ايكوال 8 بي سي ايكوال 12 ميجر انجل اي ماينس ميجر انجل سي ايكوال 90 تمام عايز تان سي اوكي ال A ماينس ال C هو قايل ب 90 يعني ممكن اجيب ال A لوحدها 90 ماينس C اوكي طيب تعالى معايا كده نشوف ab اوفر ساين انجل سي ايكوال bc اوفر ساين انجل اي الاي بي عندنا ب 8 اوفر ساين سي خلي بالك عايز ايه تان سي خلي بالك ها ماشي ايكوال بي سي عندنا ب 12 ساين ايه؟ تعالى هنا بقى هات ساين للتو ساينز يبقى ساين ايكوال ساين 90 ماينس سي 90 ماينس فيرست كواد ساين في الفيرست كواد بوزيتيف في 90 بنعمل تشينج تبقى بكوزاين سي يبقى مكان ساين ايه نكتب كوزاين سي انت عايز تان سي صح؟ اما ما تان سي ايكوال ساين سي اوفر كوزاين نفس الانجل يعني ده اوفر ده equal 8 over 12 على طول يعني 4 over uh, sorry 4 طبعا 2 over 3 2 over 3 تمام and c equal 2 over 3 تمام اللي بعده نمبر 37 اف ار از ريديوس لينس اوف سيركم سيركل اوف ترانجل قول اي ايكوال ار ميجر انجل اي طب ما احنا عارفين يا شباب ها نمبر 37 اي اوفر ساين انجل اي هي هي 2 ار اوكي طيب ال اي -E. قال لي والله بار هو اللي قال شيل اي وحط ار over ساين angle A equal to R شيل ال R مع ال R اعمل كروس مالتبليكيشن او سيبها مش فارقه واعمل هتلاقي ساين A هتطلع معاك 1 تايم R على 2 R يعني R over 2 R شيل R مع R زي ما اتفقنا من شويه two. Shift يبقى 1 over 2 شيفت الساين يبقى ميجر انجل A ب 30 في حاجه بقى طلعت معاك 30 ديجري صح

50 يبقى لتر دي تمام ده كلام جميل uh, السؤال اللي بعده نمبر 38 if the area of triangle ABC is علامة triangle and or radius length of circumcircle of triangle ماشي عايز كلام طيب تعالى دي كان الزمان بتيجي بروف نمبر 38. Uh, هو بيقول لك عايز 4R triangle over ABC. طيب 4R وعلامة triangle area اللي هي half AB مثلا ساين C. اوكي. Okay. over ABC. طيب half time 4 ب2 والا مع والا ب B مع B يبقى تاني كده يبقى فاضل معانا 2r ساين c over c تمام؟ ساين c over c ب1 over 2r يبقى 2r time 1 over 2r. يطلع معانا ايكوالز 1 على طول طيب. تمام سؤال نمبر 39 ال بي اوفر ساين بي لوحدها ب 2 ار وفي 2 كمان يبقى 2 تايم 2 ار يعني يطلع 4 ار هو كاتب ار خلي بالك ها يبقى نختار 4 بس نمبر 40 ال بي سمول ايكوال 12 والريديوس ار Then the area of triangle. The area of triangle يا yeah, شبابنا half time any two sides sine angle between them. صح كده؟ طيب. يعني هنا نقدر نقول number 40 إحنا معانا الـ b small اللي هو 12. انا جايب كله الـ a و c. صح كده؟ طيب 12 over sin b equal هتقولي 2 اه طبعا طيب هات sin b لوحدها يلا 12 تايم 1 او sin b equal 12 تايم 1 اللي هي ب 12 طبعا over 2 r طيب so, اعمل 12 by 2 يبقى so, 6 over r ده اللي هو مين sin b طيب so, الاريا اوف تراينجل هتقول لي هاف تايم اي سي ساين بي انا اخترت الكلام ده طبعا عشان كلها اي سي في الاختيارات وما عرفتش اجيب الساين بي اهي تمام يعني هاف تايم اي سي تايم ساين بي اللي هي طلعت معانا 6 اوفر ار اوكي طب لو حبينا نعمل ده كله كده فراكشن واحد اولا هيبقى فوق طبعا اوفر 1 وده اوفر 1 AC6 يعني 6AC، اوكي؟ okay. وتحت عندنا 2 تايم R طب 6 over 2 ب 3 يبقى 3AC over R، 3AC over الـ R، السؤال نمبر 41. إن triangle ABC is an isosceles right angle triangle، isosceles right يعني كده، تمام؟ okay. طبعا ايسوسلز يعني دي 45 على طول ودي 45 على طول آه والار دي سلينث سيركم سيركل ماشي ان الاريا اوف ترانجل اريا اوف ترانجل هنقول ها آه. هاف ذا برودكت بين تو سايز تايم انجل بتوين ذم طيب هتقولي طب عايزين نجيب مثلا التو سايد دول ماشي هتقول لي ايه ها هنا سميها مثلا A هنا B هنا C تمام يبقى تقول A over sin uh, 45 هذا كلها بالار طيب استأذنكم بس كده السؤال اللي احنا فيه دلوقتي مين؟ اه 41 يا شبابنا right angle triangle right ات اي حاجة انت عايزها اهو اوكي okay. هنا ايه هنا سي عايز الاريا بتاعته طبعا ده ايكوال ده قلنا من 45 45 اوكي okay. يبقى هنا إيه small over sine 45 ايكوال b small اوفر ساين 90 تمام ايكوال سي سمول اوفر ساين 45 الكلام ده ايكوال تو ار في الاخر كل ده ايكوال تو ار يا جماعه اوكي طيب لو عايز اجيب الاي سمول واحده مثلا

ده الاي تايم السي نفسها 2 ار روت 2 اوفر 2 ساين انجل بي اللي هي قلنا ب دي 1 طبعا so نعمل دول تايم بعض هاف 2 تايم روت 2 اوفر 2 تايم تايم روت كله طيب بعض okay. طبعا واحد يقول شيل تو مع 2 تو. شيل 2 تو مع روت 2 تايم روت مع الهوف. ده كلام جميل يفضل ار سكوير تايم ساين 90 يعني ار باور 2 على طول. Okay. السؤال اللي بعده. نمبر 42 if the parameter of triangle 20 ماشي طبعا دي 40 دي 80 هنجيب الثالثه اوتوماتيك على طول تطلع ب 60 طبعا. اوكي okay. عايز الديمتر لينث طب ما انا عارف ان البارامتر اوفر البرامتر اللي هو ب 20 بقى على طول ماشي تعال ها 20 على طول اوفر الساين اب بلس بعد بقى ساين انجل ايه اللي هي 80 بلس ساين اه 40 بلس ساين اه 60 ايكوال ها هو عايز الدايمتر يعني ايكوال تو ار دي نفس الايه الساين رول عادل. احسب دوبل كالكليتور وهات الديامتر اللي هو ال 2 ار زي ما هو ما تغيروش تمام هيطلع معاك ابروكسيميشن ايكوالز 8 سؤال نمبر 43 تراينجل اي بي سي كوزين بي بلس سي ايكوال 3 اوفر 5 معايا بي سي ايكوال 8 ذا ريديس لينث اوف سيركم سيركل عايز الار تمام طيب اه احنا عارفين التراينجل طبعا ها اه. هو بيتكلم عن بي بلس سي ماشي اوكي نمبر 43 يلا الساين لينس اوفر ساين انجل اه طب عندنا إيه بلاس بي بلس سي ثلاثة مع بعض ايكوال 180 عشان ده تراينجل اوكي okay. خلي البي بلس سي لوحدهم هات بي بلس سي كده يا شباب هتبقى ايكوال 180 ماينص ايه اوكي طيب خلي بالك بس من حاجه انت عندك هنا اصلا اوريدي مين اه كوزين بي بلس سي معلش انا اسف تعالى كده كوزين انجل بي بلس سي حصل دي ايكوال كام 3 اوفر 5 طب ما تيجي نعمل رايت انجل تراينجل صغير والانجل دي اللي هي بي بلس سي الكوزين ايكوال ادجيسنت اوفر هايبوتنس يعني دي 3 دي 5 بايثاغورس نجيب ده 4 اوكي طيب جبت ال 4 يبقى اقدر اقول ان الساين بي بلس سي هي كمان بقت معانا اوكي الساين بي بلس سي يعني 4 اوفر 5 احنا بصراحه هنا معانا البي سي بس معيش انجل ايه طيب يعني لو قلت بي سي عايز تعمل اوفر ساين انجل ايه حصل اللي هو ايكوال تو ار ونبدا نجيب الار لو معانا الكلام طيب آه من هنا خلي بقى الايه لوحدها طالما طيب احنا عايزين ساين ايه يبقى اتعامل مع انجل ايه لوحدها يا شباب يلا بينا ها. هات الايه لوحدها بس 180 ماينص بي بلس سي انت عايز ساين ايه حصل ساين ايه يبقى ساين 180 ماينص بي بلس سي اوكي طيب 180 ماينص واتش كواد سكند كواد ساين بوزيتيف يعني مفيش تشنج كمان يبقى ساين البي بلس سي اوكي ساين بي بلس سي عندنا ب4 اوفر 5 الله يبقى ساين ايه جبناها ب4 اوفر 5 البي سي عندك بكام 8 over 4 over 5 equals to r طبعا نكتب بيها كالكوليتر بس اوعى تتلخبط، يعني ممكن تكتبها كده 8 ديفايدد عشان في ناس كتير بتقول لك يا جماعه فراكشن 4 over 5 خلاص، ده طبعا هيطلع معانا equal 10 عايز Radius يبقى نعمل divided 2 يبقى 2r equal 10 divided 2 على طول جبت ال R equal 5. ايه؟ السؤال نمبر 44. Area of Triangle is ده. عايزك إيكوال كام؟ طبعا طب Area of Triangle واحد يقول لي طيب. Um... Mm -hmm. ماشي. إبدأ بالـ Area of Triangle. مش مشكلة ها اريا اوف ترينجل لو فاكرين عملنا كام بروف كده بالمنظر ده اوف اي بي ساين سي لما قلنا نعمل فراكشن واحد والتو تحت هنا اي بي ساين سي اوكي هنا عندنا الاي سكوير ساين سي موجوده ساين بي مش موجوده ال البي عايزين نخلص منها عملنا كده بالظبط وقلنا ايه? over sin A من رول بقى ايكوال بي over sin بي ايكوال سي over sin angle سي. وقلت لكم يا جماعة عايزين نجيب البي سمول نشيلها بس عايزين نظهر معانا آه هي كمان عشان دي إيه باور 2 مش إيه بس أوكي يبقى نعمل كروس مولتيبيكيشن مع ده يبقى البي سمول أقدر أشيلها وأحط مكانها ايه? sin B اوفر ساين اي تمام حطها مكانها هنا كده بده ها يبقى الاريا ايكوال فراكشن الاي زي ما هي طبعا تايم بقى اي ساين بي اوفر ساين اي تحت اوكي الحاجات الناقصه بقى يا جماعه في ساين سي ما كتبش ينزل اللي هو ده في عندي تحت 2 تقريبا هو كاتب مكان التو هنا ايه كي يبقى خلاص خلصت يبقى كي ايكوال اه كام تو اوكي طيب نمبر فورتي فايف فورتي فايف بول ار از ريديوس لينث اوف سيركم سيركم ترانجل وجايب لك الاسمول ايكوال هاف ار

يعني يطلع معاك 1 over 4 عايز ميجر انجل اي شيفت ساين 1 over 4 اهي اهي اوكي اللي بعده السؤال نمبر 46 اف ترانجل <applause> علامه ترانجل يعني اريا اوف ترانجل اكس واي زد وبعدين بيقول لي الإس هاف براميتر عايز زن عايز الكلام ده يا شبابنا احنا هنجرب التشويسز للأسف يعني يعني دي الإس اللي هي الهاف البرامتر خلي بالك إس هاف إيه؟ البرامتر والدلتا أو الترينجل دي علامة الأريا فتعال نجرب الليتر إيه ونقول إس أوفر ترينجل إس اللي هو هاف البرامتر يعني هاف تايم إيه بلس بي بلس سي

A B plus sine C ها أه. A مع ال A ال B مع ال B ما في C تروح مع C يبقى هنا 1 over B ساين C بلس 1 over A ساين C بلس C over A B ساين انجل C طيب مم. احنا عملناها بالاي بي سي مش مشكلة معلش ترانجليس آه... ميكس واي زد شباب تمام آه خلاص يعني إيش اشتر... اش... ماشي ماشيها إكس وده واي وده زد وهنا إكس واي وهنا ساين زد خلاص بقى هنا إكس هنا واي هنا زد هنا إكس واي ساين زد مؤاخذة شبابنا اكس واي ساين زد اكس واي ساين زد <applause> معلش 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 اه يعمل اكتر من كده صح سامعك انا سامعك بس ماشي اكس مع اكس يبقى يفضل عندنا 1 اوفر واي ساين زد بلس 1 اوفر over... مش عارف نمسح اه اكس ساين زد بلس هنا زد اوفر اكس واي ساين انجل زد هل ده اللي طلع عندنا؟ لا ده خالص ما هي بس اللي ايه؟ زد ساين لا اكس ساين زد واي ساين زد الوحيده اللي ظاهره بس حتى فوق 2 مش 1 ما في واحد لعيب بقى يقول لك 2 خلاص يبقى بدل اس على دلتا يبقى 2 over 2s over دلتا. معايا يا شباب؟ ولا <applause> ايه؟ طيب تعال بس الاول نعرف الكلام ده جه منين معلش معاك على اولا الساين رول بتقول اكس over sين اكس ايكوال واي over sين انجل واي ايكوال زد over sين انجل زد. تمام؟ انت عندك اللي ظاهر بالظبط ده حافظ عليه بقى سيبه زي ما هو عندي اكس ساين زد مش عايزينها اكس ساين زد مش عايزينها كروس مالتيبليكيشن طب عايز زد ساين اكس اه عايزين اهي صح يبقى ممكن اشيل ده واحط مكان ايه زد ساين اكس جميل والله طيب هنا أنت عايز هنا مين؟ فاضل مين ما دي ظهرت. واي ساين زد خلاص صح؟ فاضل اكس ساين واي. عايز اكس ساين واي. يعني عايز اكس مول. اه عايز ساين واي هنا. طيب سهل. واي ساين زد يبقى زد ساين واي. أهو بص هتشيل واي ساين زد ده. ونكتب ها آه زد ساين واي إيه يبقى تحت في اكس زد ساين واي هتلاقي الزد مع الزد يا سلام اكس ساين واي خلصت ماشي بس طلع ون طبعا يعني ون اوفر فعشان عشان 2 خدنا لتر بي طيب السؤال اللي بعد كده نمبر 47 ان بس فيجر عايز تان سيتا ده تراينجل الانجل دي 90 بلس سيتا السؤال ده هو معروف سايد 4 والانجل سيتا شغال يعني نقدر نقول يا جماعه ان 4 اوفر ساين الاوبزيت انجل اللي هي سيتا ايكوال 5 اوفر ساين الاوبزيت انجل اللي هي 90 بلس سيتا طب ساين 90 بلس سيتا يا مستر اه ويتش كواد سكند الساين بوست هنعمل تشينج بكوزاين سيتا الله انت عايز تنسيت طب ما انا هعمل ساين سيتا اوفر كوزين سيتا يعني 4 اوفر 5 لسه عاملين زيها من شويه يا شبابنا يبقى الاجابه 4 اوفر 5 اللي هي الليتر دي اوكي هذا بالله التوفيق ونتقابل ان شاء الله في اكسرسايز ثانيه وربنا معاكم ان شاء الله السلام عليكم